حالة من الحماس والرغبة القوية جدا عند كل اللاعبين الحقيقة لتحقيق هذا الانتصار. ربنا يكرمنا، احنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين نكسب بطولة جديدة تضاف لبطولات النادي الأهلي. والحقيقة النهاردة اللي سمع تصريحات لاعيبة النادي الأهلي يعرف قد ايه ان هذه اللعيبة مركزة في حاجة واحدة بس، في كيفية الفوز ان شاء الله ان شاء الله بهذه المباراة. خلينا نطلع نشوف كهربا وماذا قال ونرجع نكمل عن هذه المباراة، طبعا مباراة الأهلي والترجي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. يمكن انا زي ما بقول علي معلول، يعني سبته جت مفاجاه لينا كلنا، وكلنا كنا زعلانين عليه، فاحنا كنا على الدكه فكنا زعلانين جدا، لان كنا حاسين بيه قوي ان هو كان نفسه يلعب الماتش ده، وكان نفسه يعمل حاجه في ماتش النهائي للنادي الاهلي وبس، فكنا زعلانين عليه، وان شاء الله باذن الله هيرجع اقوى من الاول، وان شاء الله نجيب البطوله دي نهدى له باذن الله. يمكن الفريق الترجي طبعا السنه دي فريق قوي وفريق محترم، و فبس طبعا يعني ان شاء الله باذن الله يعني الماتش اللي جاي باذن الله احنا نكسب يعني ان شاء الله. لا انا رابع نهائي ليا، يمكن لعبت 3 نهائيات، خدت 3 بطولات الحمد لله، وان شاء الله الرابعه دي باذن الله ليا ان شاء الله. يمكن انا ما لعبتش الماتش النهائي الخامس، ممكن انت عارف الفريق كله كلنا هنا بنلعب بروح النادي الاهلي فرقه واحده، فكلنا بنساعد بعض وبنأهل بعضينا، اي 11 لعيبه هيلعبوا، كل اللعيبه اللي بره بتجهزهم عشان ان شاء الله باذن الله يعني نرفع الكاس ان شاء الله. انا يمكن اتمنى بس اي لاعب في النادي الاهلي يجيب جون بتتحسب للنادي الاهلي مش للاعيب. الحقيقه انا عجبني جدا كهربا. كهربا على فكره من اقرب الناس ليا، يعني بنتكلم كتير كهربا متغير، كهربا تحس ان هو كبير في وسط اللاعبين. هو طول عمره اسم كبير طبعا، ولكن انا اقصد ان هو فرق كبير جدا ما بين كهربا من 5 6 سنين او من 3 4 سنين وكهربا دلوقتي. كهربا دلوقتي هو بيتكلم تحس ان انت بتسمع يعني حد رائع. هو كهربا من جواه طيب، ولكن كان عنده شويه مشاكل كده. الحمد لله الحمد لله ان هو من ساعه ما جه النادي الاهلي واصبح لا يفكر الا في كره القدم وكيفيه مساعده فريقه بكل الطرق، سواء اذا كان موجود في الملعب يلعب يحاول يجيب اجوان، اذا كان بره الملعب يحاول يساعد زي ما حضراتكم سامعين. كلام محترم جدا من نجم كبير زي كهربا الحقيقه، اللي كلنا بننتظر ان هو ان شاء الله ان شاء الله النهائي الرابع زي ما هو قال ربنا يكرمه ويكسبه ان شاء الله هو وكل لعيبه النادي الاهلي في المباراه القادمه.